آمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، كتاب التوحيد الكبير للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وقد بلغنا العنوان حكم الزيارة السنوية المحددة لبعض القبور، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثالث من جمادة الأولى لعام 43 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر الثاني عشر لعام 21 و2000. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور. سؤال: هل هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات، فهل يقرها الشرع؟ الجواب والله الموفق للصواب، إن هذه الزيارات السنوية المحددة لبعض القبور والتي يقع فيها الرقص والاختلاط وغير ذلك من أنواع المنكرات لا يقرها الشرع، بل هي من الأمور المحدثة في الدين والعادات السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح، واضح. هذا أمور ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقره ولا أرشد إليها، كلها محدثات ومنكرات كمان. نعم. والواجب على المسؤولين، ثبتنا الله وإياهم على الحق، والعلماء وفقنا الله وإياهم، أن يغيروا مثل هذا المنكر الشنيع الذي يدعو إلى هدم العقيدة الإسلامية من قلوب الرجال والنساء بدعائهم وذبحهم ونذرهم لغير الله، ويدعو إلى تدهور الأخلاق والقيم الإسلامية. وقد سبقت أدلة التحذير من البدع فراجع، وهذه من البدع لكونهم خصوا زمنا ومكانا وقبرا بدون دليل شرعي، وقد ينضم إليها بعض المنكرات والشركيات والعياذ بالله. ثم اعلموا وفقني الله وإياكم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي كما يلي: أولا زيارة شرعية، ثانيا زيارة بدعية، ثالثا زيارة شركية. فأما الزيارة الشرعية فهي التي شرعها الإسلام وتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة: أولا ألا يشد الرحال إليها، يعني تكون القبور في البلد، يزور الإنسان المقبرة ما يسافر لها وهي قبور، إنما شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. نعم. أخرجه البخاري بلفظ: لا تشد الرحال. نعم. ثانيا ألا يقول الزائر هجرا، فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا هجرا، الهجر بضم أول شيء قال بلفظ، والنسائي في الجنائز بلفظ، والنسائي في الجنائز بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، وإسناده صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا هجرا، الهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش. إذن هجرا بضم الهاء، إذن ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. نعم. الهجر بضم الهاء هو الكلام الفاحش. راجع إن شئت النهاية لابن الأثير. نعم. قلت: فانظر رحمك الله كيف نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القول الفاحش والباطل عند زيارة القبور، وأي قول أعظم فحشا وبطلانا من أن تدعو الأموات من دون الله وتستغيث بهم من دون الله، فهذا والله لهو منتهى الفحش والبطلان. ولكن الأمر كما قال الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في 11 موضعا في القرآن الكريم. نعم. وهي الأعراف ويوسف إلى آخره. وصدق الله إذ يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. ثالثا ألا تخص بزمن، إذ لا دليل على التخصيص. وأما الزيارة البدعية فهي الزيارة الشرعية ألا يشد لها الرحال، تكون في البلد، وألا يقول كلاما باطلا هجرا فاحش، وألا يخصص لها وقت معين، وإنما متى ما تيسر زار القبور لكي يتذكر الآخرة. قال: فزوروها فإنها تذكر
الآخرة، في رواية قال فإن تذكر الموت. نعم. وأما الزيارة البدعية فهي التي تفقد شرطا من هذه الشروط فضلا عن أكثر. نعم. وأما الزيارة الشركية فهي التي وقع صاحبها في نوع من أنواع الشرك بالله كدعاء غير الله أو الذبح لهم أو النذر لهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعاذة بهم أو طلب الولد أو طلب المدد أو المطر أو الشفاء أو دفع عدو وضر وجلب نفع إلى غير ذلك من أنواع الشركيات. نعم. عنوان. قال: حكم من جعل المقابر طرقا وملاعب. سؤال: هل يجوز جعل المقابر طرقا ومواقف للسيارات وبناء الدكاكين عليها وغير ذلك من أنواع الإهانة؟ الجواب والله الموفق للصواب إن الاعتداء والظلم حرام سواء كان على الأحياء أو على الأموات، بل إنه على الأموات أشد حرمة لهذين الحديثين النبويين الشريفين. أولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. نعم. ثانيا، إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ التحذير الشديد الأكيد من الجلوس على القبور. نعم. ثانيا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. نعم. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. قلت: وعليه فلا يجوز لمسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. وعليه فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي أخاه المسلم حيا كان أو ميتا. وعلى الدولة أن تمنع الظلمة الذين يتخذون المقابر طرقا وأسواقا ومجالس عليها يتكئون. وعلى العلماء بيان الحق الذي عليهم، والله الموفق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء: فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. نعم. انتهى كلامه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو الاهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هو من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات. فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم. ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم. أكثر من احترامها للأموات أنفسهم. فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة. وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل. انتهى. الله أستغفر. نعم. وسئل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عمن جعل المقابر سوقا كما في قمع المعاند، فأجاب: المقبرة تعتبر بيوت الموتى، فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر، ولا يجوز أن تمر السيارات على المقبرة، ولا أن يجلس على قبر، ولا أن يمر الناس على المقبرة، ولا أن يحول موضع المقبرة إلى ملعب ولا معهد ولا مدرسة ولا مسجد إلى غير ذلك من المصالح. والواجب على المسلمين أن يتناهوا عن هذا، حتى لو بنيت بيتا من 5 طوابق أو أكثر وهو على المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر، انتهى بتصرف واضح. نعم. قال: تحريم أذية المسلمين. قال الإمام الترمذي في جامعه: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ. يقول في جامعه، في جامع الجامع هذا غير السنن. قال الإمام الترمذي في جامعه، يعني غير السنن الترمذي في جامع الترمذي، ولا هو كتاب نفسه سنن الترمذي وجامع الترمذي، ولا الله أعلم. الترمذي ما له كتاب اسمه سنن الترمذي، اسمه جامع الترمذي. البخاري جامع، الجامع الصحيح. مسلم الجامع، ترمذي الجامع. السنن النسائي، ابن ماجه، ابي داود. فيقول لك السنن الاربع تجاوزا، والا الترمذي جامع وليس بسنن. طيب ما الفرق؟ الجامع تكون فيه كتب ليست في السنن، فالسنن يجمع حديث تتعلق بالعبادات والآداب ونحوها، الجامع لا، أوسع من ذلك. فمثلا تجد في الجامع كتاب الإيمان، ما في بالسنن كتاب الإيمان. تجد مثلا في الجامع كتاب السير، كتاب الجهاد، كتاب القصص، هذا ما تجد. إيش كتاب فضائل الصحابة أين تجده؟ في الجامع، ما تجد في السنن. فكتاب الترمذي جامع، فيه كتب لا تجدها في السنن. أما السنن فيقتصر على الأحاديث متعلقة في العبادات والمعاملات. فهنا دقيق المؤلف قال إيش؟ قال الترمذي في جامعه. واضح؟ في فرق بين السنن والجامع. نعم. البخاري إيش؟ جامع. ومسلم جامع. نعم. قال الإمام الترمذي في جامعه: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال: حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. صلى الله عليه. نعم. ذكرت هذا الحديث ثم قال: قلت. قال: قلت: فالحديث صحيح والحمد لله، وفيه تحريم أذية المسلمين وتحريم تعييرهم وتحريم تتبع عوراتهم. بارك لك. نكتب على القدر وإن شاء الله تبقى الصفحات الباقية للدرس القادم. ننهي الكتاب، قد بدأنا به قبل كورونا، وننتقل بعد ذلك الدرس هذا يتحول إلى نحو، حتى يكون عندنا النحو متى ومتى؟ ثلاث وخميس. احتمال خلي النحو أحد وثلاثاء، احتمال، الله أعلم، يصير خير. بارك الله فيكم. نعم.